بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حتى نلقاه وبعد أن نلقاه، والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اسمحوا لي في هذه الكلمة أن أتقدم بأخلص عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافته لهذه القمة، وإلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الشقيقة لما يليه من أهمية لتطوير التعاون العربي الصيني. نلتقي اليوم في هذه القمة الأولى من نوعها، وفوق هذه الأرض الطيبة الآمنة، وجعلها الله دائما آمنة، فشكرا لمن نظم هذه القمة، وشكرا لمن استضافها، وشكرا لمن اختار لها عنوانا معا من أجل السلام والتنمية، لأنه لا تنمية بدون السلام، ولا سلام للجميع في غياب تنمية عادلة في كل المستويات. إن عقارب الساعة تدور بسرعة، والزمن هو غير الزمن إثر سقوط حائط برلين. أننا لا نريد بناء جدران جديدة، ولكن نعمل من أجل وضع أسس جديدة لبناء جديد تغيب فيه الأسلاك الشائكة والجدران الفاصلة والمحاور المتقلبة. لقد عانت الإنسانية كلها طويلاً من التوزيع غير العادل للثروات، وعانت من الحروب ومن المجاعات، وما زالت للأسف تسفك الدماء وتسيل، وما زال الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، وما زالت شعوب بأكملها يموت فيها عشرات الآلاف من الجوع والعطش، تتناقلها وسائل الإعلام ولكن دون أثر في الواقع والفعل، هذا فضلاً عن الحروب الأهلية وعن الإرهاب الذي لا يجد أفضل من هذه الأوضاع ليزداد وحشية ويزداد للأسف انتشارا. ومن دواعي الأسف أن كثيرا من البلدان في العالم لا تزال بعد أكثر من 6 أو 7 عقود من استقلالها توصف بأنها نامية ولكنها لم تنمو، وتوصف بأنها فقيرة وازداد الفقر فيها انتشاره، ازداد بشاعة في عديد منها، وتمت الاستعاضة عن وصفها بالنامية بالدول ذات الهشاشة. فإلى متى ستبقى في
طريقها المسدودة نحو النمو، وإلى أين يسير العالم كله لو بقيت أسباب الفقر قائمة داخل الدول وعلى الصعيد العالمي على حد السواء. إن الإنسان هو الإنسان في كل مكان، وله نفس الحقوق في الحياة الكريمة في كل الأوطان. لذلك فإن التنمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية يجب أن تكون حقيقية ملموسة في العالم بأسره، لا شعارا أو اسما لمسمى لا نماء فيه ولا سلام. والحمد لله أننا نلتقي اليوم في هذه القمة وفوق هذه الأرض الطيبة من أجل فتح طريق جديدة في التاريخ. وإذا كانت العولمة التي ظهر هذا المصطلح في السنوات الستين إذا كانت قد بلغت مداها وانقلبت على ذاتها، فالواجب يقتضي أن نقارب هذه التحولات بمقاربات جديدة بعيداً عن المحاور وبمنأى عن تحالفات يرتب فيها البشر للأسف ترتيباً تفاضلياً، أو ترتب فيها الشعوب كما كانت ترتب في القرون الماضية الحالكة. ولم تتسبب بلداننا في القرون الماضية وفي الأعوام السالفة لا في ثقب طبقة الأوزون، ولا في البقر المجنون، ولا في الانحباس الحراري أو نفوق الطيور، ولكن شعوبنا هي التي دفعت الثمن، دفعته باهظاً، وزاد البؤس والإملاق، وزادت الهشاشة كما يصطلح عليها اليوم. إذا كان هناك إصرار على الإبقاء على هذا المصطلح الذي لا يفيد أي تغير في الواقع، ونحن نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الصينية لنغير هذا الواقع، ولنبحث عن مصطلحات جديدة وعن مفاهيم جديدة وعن أفكار مختلفة عن الأفكار التي سادت ولم تؤدي في كثير من الأحيان إلا لمزيد الحرمان، وإلى مزيد البؤس والفقر، وإلى مزيد الحروب، وإلى مزيد إهمال حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وعاصمته القدس الشريف. علينا أن نوفقه في شق طريق جديدة في التاريخ بفكر جديد وبمفاهيم جديدة. كانت عديد بلداننا معابر لطريق الحرير في الصين، فلنعبد هذه الطريق معا في كل حدب وفي كل صوب، ولنعمل معا للعبور فوق جسور نصنعها معا انطلاقا من نفس القيم وانطلاقا من نفس الإرادة، حتى لا تتواصل هذه الأوضاع التي نعيشها إلى حد اليوم، وحتى ينتهي البؤس، وحتى تتوقف الحروب وينقضي الحرمان. أستحضر فكر كونفوشيوس وفكر ابن خلدون، وأستحضر حكمته الصينيين القدامى والجدد، وحكمته
العرب الذين قضوا والموجودين اليوم، نحن لا تنقصنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد. فلنعمل معا على إرساء أسس عالم جديد قوامه التنمية على المستوى العالمي والأمن والسلام للإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.